مرحبا. في كتير من الكلمات باللغة العربية لها معنى أساسي، بس المقصود فيه أثناء القول وقت نستخدم الكلمة مختلف تماماً عن المعنى الحقيقي. إذا لقيتوها صعبة رح أعطيكم مثال، مثل كلمة شاطر. أي حدا بس يعمل إنجاز حلو ويعمله بسرعة وإتقان بنقول له أوه شاطر، بعدك ما حدا يعمله. والله أنت واحد شاطر، كيف عملت هيك؟ طيب تعرفوا أنه كلمة شاطر في اللغة العربية لها معنى مختلف تماماً، وهي السارق أو الماكر. وهي الكلمات هيك كانت قديماً، بس بسبب تغير الزمن تحول معنى الكلمة وصار مثل ما عم نشوفه اليوم. أما الكلمة الثانية هي كلمة معاصرة وتم تغييرها بهالوقت، هي كلمة نظام. هاي الكلمة تدل على التطور والتحضر وأنه في دولة ماشية على القانون، بس حالياً بسبب الأحداث الأخيرة اللي شفناها بالوطن العربي صارت تستخدم للدليل على القمع والتجبر والتسلط. وانتو كمان خبرونا شو في كلمات بتعرفوها تغير معناها، كتبونا بالكومنتات ومنشوفكن الحلقة الجاية. سلام.